يتميز قطاع الطعام والشراب بتنافسية عالية، فمن جهة هو قطاع جذاب للطامحين بتأسيس أعمال خاصة، ومن جهة ثانية إمكانية النجاح والاستمرارية فيه مرهونة بعوامل عدة ليس أقلها التسويق الناجح. وعندما نقول التسويق لا نقصد الطرق التقليدية المتعارف عليها، فالتجديد والأساليب المبتكرة باتت أمراً حتمياً لاستمرارية أي عمل ناشئ، خاصة إذا كان في منطقة تتميز بازدياد سريع الإيقاع في عدد سكانها وبقدرة شرائية لا يستهان بها. في هذه الحلقة سنعرفكم على بعض الأفكار المبتكرة في هذا القطاع. ثلاث شركات أتت بثلاثة أساليب جديدة في التسويق، كيف كان تأثيرها؟ سنتابع بعد قليل. لنبدأ من الأكل الصحي ونتعرف على كيكال للوجبات الصحية السريعة. فقد أسس الشركة في 2010 رجلان أعمال مارك كارول وأندرياس البورغمان ومقرها دبي بهدف إحداث تغيير جذري في الصناعة. فكانت الفكرة تقديم وجبات صحية سريعة محددة السعرات الحرارية، وتمكنت الشركة خلال 4 سنوات من أن تنمو إلى 6 فروع في دبي لوحدها، إلى جانب أقسام جديدة أضافتها هي كيكال إكسترا وكيكال كيترينج. يتكون كيكال من قسمين، الوجبات الصحية السريعة وكيكال إكسترا، أو خدمة توصيل الوجبات بشكل شهري للأشخاص المشتركين. كما نقوم أيضا بتوصيل وجبات الغذاء للشركات أو الاجتماعات أو للشركات التي ترغب بالاهتمام بصحة موظفيها عبر تقديم الوجبات الصحية لهم. ما تقوم عليه علامة كيكال التجارية هو تقديم نظام غذائي صحي بشكل يومي، وهو الطريقة التي أتغذى بها أنا وشريكي مؤسس العلامة. نحن مؤمنون بأن غذاءنا اليومي يجب أن يكون جيداً ومفيداً، والطريقة التي نعمل بها بسيطة جداً، وهي أن نقدم وجبات متنوعة ومقبولة تستحق ثمنها، مما يدفع الناس إلى طلبها وتناولها ثانية. قائمة الأطعمة الصحية الأولى التي قدمناها كانت موجهة لنظام حياة صحي، وعندما دخلنا السوق أدركنا ما الذي يحبه الناس، فقدمنا قائمتنا الثانية من الأطعمة، واليوم نقدم قائمة جديدة تتناسب مع ما يحتاجه الناس من غذاء صحي يومي. فلدينا الكثير من الوجبات الشهية، منها أطباق الدجاج الشهية، ولدينا الطعام المكسيكي والوجبات التايلاندية. نستهلك بشكل شهري كمية 15 طنا من الخضار الجيدة، وتقريبا 5.5 إلى 6 أطنان من الدجاج، ونوصل ما نسبته 80% من الوجبات التي نقوم بتحضيرها، بينما نبيع الباقي في مطاعمنا المنتشرة هنا. وهذا يدل على طبيعة الحياة السريعة والعصرية في دبي، فالجميع يطلب في دبي. ورغم اختلاف طبيعة أسواق الطعام والشراب بحسب طبيعة ومزاجيات سكانها، إلا أن الأرقام في جميع الحالات تبقى ملفتة جدا، وتدل بشكل واف عن الإمكانيات الكبيرة الكامنة في القطاع في المنطقة العربية. وإليكم بعض الأرقام بحسب دراسة أعدتها شركة يورو مونيتور لثلاثة أسواق عربية في السنة الحالية. في مصر بلغت قيمة الوجبات التي يتم إيصالها إلى المنازل 1.25 مليار دولار أمريكي، من بينها 2.8 مليون دولار هي فقط قيمة البيتزا التي يتم توصيلها إلى المنازل. أما قيمة الوجبات السريعة التي تباع في المطاعم فتبلغ 3.150 مليار دولار. أما في المغرب فقيمة البيتزا التي يتم توصيلها إلى المنازل يصل إلى 25 مليون دولار، أما مجمل ما يباع في مطاعم الوجبات السريعة فهو 838 مليون دولار،
وتصل قيمة مجمل ما يباع في المقاهي إلى 1.22 مليار دولار. نصل إلى السعودية، حيث تبلغ قيمة البيتزا التي يتم توصيلها إلى المنازل 112 مليون دولار، وقيمة وجبات المطاعم السريعة 2.5 مليار دولار. أما قيمة ما يباع من البرجر فيبلغ 787 مليون دولار. طريقة مبتكرة جديدة أخرى للبيع في عالم الطعام والشراب، وتحديداً الشاورما. ماذا لو قمت بطلب الشاورما الخاصة بك وتسميتها باسمك أو باسم من اختيارك؟ هذه الطريقة كانت كفيلة برفع الطلب على مبيعات سويت الشاورما من نسبة 10% إلى 50%. لنتابع. سويتش هي شاورما ممتازة تستطيع تحضيرها بالطريقة التي تناسبك، من اختيار رغيف الخبز الذي ستلف به الشاورما أو ورقة خس، ثم اختيار لحمة الشاورما كالدجاج أو البط مثلا، ثم اختيار الإضافات الأخرى، ثم الصوص، إضافة إلى إمكانية تسمية الشاورما الخاصة بك. فعلى سبيل المثال، سميت الشاورما الخاصة بشاورما فاضل الخاصة، وهي محضرة بالطريقة التي أحبها، وبذلك يبقى هذا الاسم لي فقط، لا أحد غيري يستطيع استعماله، ويستطيع البقية أن يدخلوا الموقع لمشاهدة الشاورما الخاصة بي، وإن أعجبتهم يستطيعون طلبها عبر الموقع أو عبر الهاتف، وهنا نكسب ولاء العملاء من خلال مشاركتهم ومشاهدة أسمائهم تزداد شعبية. كأي نموذج عمل آخر في أي مكان، نحن نبيع الطعام والناس تشتريه، لكن الفرق بيننا وبين البقية هو أننا نقدم وجبات يحبها الجميع، ونحن نحاول أن نكون مختلفين في التسويق عبر استخدام المنصات الإلكترونية بطريقة أفضل. فتستطيع أن تطلب خلال 30 ثانية لتتلقى طلبك، وقد لاحظنا التحول الكبير منذ بدايتنا لليوم، حيث ارتفع الطلب عبر منصتنا من 10% إلى 50%، ونحن نضع أنفسنا مكان العملاء يومياً لكي نحسن الخدمة. هناك الكثير من نماذج أعمال المطاعم التي لا تملك ما يميزها ولا تحاول الارتباط بالزبائن، لذا رغبنا أن نطور علاقة طيبة بيننا وبين عملائنا السويتشر الذين يحبون الشاورما، لذا أردنا أن نكافئهم بمنحهم الفرصة بتسمية الشاورما الخاصة بهم بأسمائهم. ولدينا اليوم ما يقارب 5000 اسم في أقل من 6 شهور، وهذا ما يجعل العملاء فخورين، وهذا التواصل الاجتماعي مهم جدا لعلامتنا، فهو يعطيها وجهها ويربطنا أكثر بعملائنا. من الطعام ننتقل إلى الشراب، حيث اختار رجل الأعمال جاسم البستكي الطابع المحلي للسوق الذي يعمل فيه كأسلوب جديد في تسويق المنتجات، فعمد إلى تحضير منتجات القهوة المعدة من حليب النوق، وأطلق علامته التجارية كافي توغو في سبتمبر 2011. الفكرة حظيت بشعبية كبيرة، الأمر الذي دفع البستكي للتفكير بإطلاق علامة كاميلوس المتخصصة بهدف إيصال منتجات حليب النوق إلى قاعدة جمهور أوسع، بعد أن تنوعت مروحة المنتجات التي يقدمها بشكل كبير. في حقيقة الأمر نحن في بداية التأسيس كنا نفكر شو الشيء اللي يميزنا عن غيرنا من باقي الكوفي شوبات الموجودة في السوق المحلي وقت الحالي، فهذا كان نوع من التحدي أمامنا، إن إذا نطلع بهذه العلامة للعالمية لابد أن حاجة يميزنا، فكان التميز إن إحنا جبنا حليب الجمل وطورناه وخليناه في جميع منتجات والمنيو تبع الكافي توغو. طبعا في تحدي في بداية الأمر أن كيف أنت تنقل مذاق الناس من حليب البقري الكابتشينو الاعتيادي إلى منتج جديد بحليب النوك، وهذا التحدي كان أمامنا نحن يعني معضلة
في بداية الأمر. فكنا التحدي اللي أمامنا نحن كيف نقدم هذا المنتج بنفس المذاق وبفائدة صحية كثيرة، لكن كانت واجهنا أن حليب الجمل أيضا له استراكشر معين لا مو ممكن بسهولة أنك تدخله في الكابتشينو العادي. هذا خلانا نحن نطور المنتج ونكتشف أن هناك في بن معين بخلطة معينة تتناسب مع حليب النوب، وأيضا طريقتنا في تحضير حليب النوب يحتاج إلى تكنيك معين حتى ممكن أن أقدم هذا المنتج بمذاق جميل لا يختلف عن مذاق الكابتشينو الاعتيادي. طبعاً نحن دخلنا حليب الجمل في كل منتجاتنا ككافيه، دخلناه في المشروبات الساخنة، دخلناها أيضاً في المشروبات الباردة منها الميلك شيك السموثي، دخلناها أيضاً مخلوطة مع العصائر الأورنج والليمون، دخلنا فيها طلعنا منها أجبان، طلعنا منها آيس كريم، وحالياً انتقلنا من حليب إلى أيضاً لحم الجمل، ومن لحم الجمل طلعنا الفاهيتا وطلعنا السلامي وطلعنا المرتدلة وطلعنا الهوت دوغ. نحن أول ما فتحنا المشروع كانت نسبة الإقبال الناس على حليب الجمل أو منتجات الجبل كانت تقريباً 6% مقارنة بباقي المنتجات. السنة اللي بعدها قفزت من 6% إلى 32%. السنة هذه السنة الثالثة الإحصائيات اللي تبين معانا حالياً تقريباً 42 إلى 44% النسبة كلها متجهة إلى منتجات الجمل، وهذا يعطينا مؤشرات أن بدأت الناس تقبل هذا المنتج. ماذا نقصد بأساليب التسويق المبتكرة وأي فرق تحدثه في نمو وتوسع قطاع الطعام والشراب؟ تفاصيل سنتحدث فيها أكثر مع ضيفنا جاسم البستكي الذي يعود وينضم إلينا مباشرة من دبي بعد فاصل قصير. إذن ينضم إلي من دبي جاسم البستكي مؤسس سلسلة مقاهي كافي تو جو وصاحب فكرة إدخال حليب الجمال ومنتجات لحم الجمل وبيعها في الأسواق. سيد جاسم أهلا وسهلا بك، سأبدأ معك ليس بالتحديات التي تعترض إجمالا هذا القطاع وإنما ما يمكن تسميته بالخفايا التي عادة ما يعلق بها الرواد الأعمال المبتدئون. أهلين يا مرحبا وسهلا. نعم أتسمعني؟ كنت أسألك عن التحديات ربما يمكن تسميتها المخفية التي لو قام رواد الأعمال بدراستها مسبقا هم يعودوا ويعلقوا بها عند البدء أو مباشرة بتنفيذ أعمالهم تتعلق بقطاع الطعام والشراب تحديدا. بالضبط، يعني التحديات كثيرة تواجه كل من يريد أن يدخل في عالم صناعة الأطعمة والأغذية وبالأخص في عالم المطاعم والمقاهي، لأن اليوم صارت العملية ليس بالتقليد وليس أني أجيب منتج وسوقه بأسلوب تقديم قائمة أطعمة وأغذية، ولكن لابد الإنسان يفكر في قضية كيف أن يتميز وكيف أن يطرح هذا المنتج بأسلوب عصري وبأسلوب راقي جدا بحيث أنه ممكن يستطيع كسب الزبائن والعملاء على هذا المنتج. فالتحديات تواجه كثير من رواد الأعمال، وفي الفترة الأخيرة لاحظنا كثير من رواد الأعمال يتجهون إلى سلسلة أو إلى صناعة الأطعمة والأغذية وفي المطاعم وفي المقاهي بشكل الخاص. هذا شيء طيب، ولكن في نفس الوقت يحتاج أن الإنسان يدرس هذه التحديات ويعرف ماذا سوف يقدمه في هذا السوق. نعم، طيب سيد جاسم، يعني قطاع الطعام والشراب بطبيعة الحال هو صناعة دقيقة خاصة في المدن العصرية التي تشهد الكثير من المطاعم ومن سلسلة المحلات سواء عالمية أو محلية. كيف يمكن للمشروع الناشئ أن يحصن موقعه ويحجز له موقعا متميزا من بين المؤسسات الموجودة؟ هو شوفي، على رائد العمل أو من يريد يدخل في هذا القطاع هو أمام خيارين، أو أن يجيب علامة فرنشايز جاهزة من أحد الدول واللي تكون لها ذو سمعة ويعني ذو مكانة في المنطقة في العالم، فبالتالي بيكون أسلوب التسويقي سهل وأسلوب التحضير للمواد الغذائية بتكون
سهلة جدا، فما بيتعب كثير في هذا المنتج، أو عليه أن يتخذ أن يعمل له علامة جديدة خاص به وطابع جديد وشكل جديد، وهذا يحتاج منه أن يكون عنده ذو خبرة ويكون عنده فريق عمل ناجح ويكون عنده يعني نوع من الصبر أنه يقدر يواكب التحديات اللي سوف تواجهه. طيب، فليس بالسهولة. هل لديك رقم عن نسبة المشاريع التي تتعثر في قطاع الطعام والشراب؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية انطلاقا من خبرتك، ما هي أبرز الأخطاء التي يشترك فيها رواد الأعمال المبتدئون في القطاع؟ طبعا ترند المطاعم والأغذية دائما خلال أول سنتين بتلاحظي فيها صعود وتلاحظي فيها إقبال كثير من قبل الناس، ولكن بعد سنتين تقريبا يبتدي بالهبوط بمعدل 40 إلى 45% نسبة المطاعم اللي طلعت في الفترة الأخيرة بعد مرور سنتين تنزل بالهبوط وتنزل تدريجيا تستقر الدخل اليومي لهذه المطاعم، وذلك لعزوف الناس عن هذا المطعم أو وجود مطعم شبيه له أو وجود مكان آخر يقدم نفس المادة الغذائية. فهذه أحد التحديات اللي تواجه كثير من أصحابين المطاعم، لابد عليه هو من خلال السنتين يطور ويكون دائما في التطوير، يكون دائما أن يقدم شيء جديد، يدخل أساليب جديدة في التسويق، يدخل قائمة جديدة في الأطعمة والأغذية. فهذا يحتاج من صاحب المطعم أو من يشتغل على هذا المطعم، يحتاج أن يكون عنده خبرة في هذا المجال. الأخطاء الشائعة التي يعني كثيرين من الناس يعملونها، وبالذات هم الرواد الشباب والشابات، انهم يقلدون ويتم عمليه التقليد المستمر لنفس المنتج. يعني على سبيل المثال، نعم، شافوا منتج ناجح كبرجر ويبتدي يقلدون نفس المنتج. نعم، سنعود لهذا الموضوع سيد جاسم، ولكن بما اننا نتحدث عن كافي تو جو سناخذ بعض الارقام من الشركه نفسها التي تعطينا دلائل حول اهميه الابتكار كاداه ناجحه للتسويق. كان معدل الطلب على منتجات حليب الجمل من بداية كافي تو جو قبل 3 سنوات لا يشكل أكثر من 6% مقارنة بالمنتجات الأخرى، لترتفع هذه النسبة في السنة الثانية إلى 32%، ومن ثم تصل إلى 44% في العام الحالي. أكثر المنتجات طلباً هي الفاهيتا من لحم الجمل والميلك شيك والكاميل تشينو التي باعت منه كافي تو جو 33 ألف فنجان حتى اليوم. سيد جاسم، هنا نتحدث في التسويق، ما أهمية الابتكار في تسويق منتج جديد يكون غير مألوف عند الناس؟ ماذا نقصد بالابتكار على وجه التحديد؟ إذا قصدنا في قضية الابتكار، يعني أساساً كافي تو جو في طرحها للمنتج كان هذا بروحه فيه ابتكار. نحن قدمنا منتج عصري ولكن من حليب النوق الذي يعتبر جزء من التراث الوطني العربي، ولكن بشكل عام الابتكار في التسويق أنك أنت لابد تبدع في قضية التسويق، لابد أنك أنت تقدم الأويرنس اللي هو الفوائد الغذائية للمنتج هذا. في الفترة الأخيرة ولا زالت مستمرة هي قضية التسويق عن طريق السوشيال ميديا، وهذا شيء طيب. اليوم السوشيال ميديا يعني يخليك تنتشر بمادتك الغذائية خلال أقل من الثواني، خلال أقل من الدقائق ممكن أنت تنتشر بشكل كبير جدا، ولكن في نفس الوقت السوشيال ميديا له أيضا بعض السلبيات، بحيث لو أنت روجت للمادة الغذائية عن طريق السوشيال ميديا وكان في المقابل في طرف آخر قد تذوق هذه المادة وما أعجبه، فبالتالي سوف ينشر لك الخبر أن هذه المادة كانت غير جيدة، فهذا يعمل نوع من الرد السلبي. سيد جاسم، بما أننا نتحدث عن السوشيال ميديا، من الأسئلة التي وردتنا من بعض المتابعين، أحمد شمندي يسأل: هل التسويق يخدم المنتج بحد نفسه أم يخدم المطعم أو المقهى الذي يقدم هذا المنتج؟ ماذا تقول؟ التسويق يخدم بشكل عام، يخدم يعني الجانبين. اذا انا ما هو القصد اني انا اذا خدمت المطعم او خدمت الماده الغذائيه، الماده الغذائيه القصد من التسويق اني اعمل انا ايرادات ماليه، فالتسويق يخدم المنتجين او يخدم القطاع المطعم وايضا يخدم الماده الغذائيه. طيب سريعا لو سمحت، ما هي ابرز الصعوبات التي يمكن ان تعترض عمليات التسويق عند المشاريع المبتدئه؟
أصعب يعني من التحديات اللي ممكن يواجهها في عملية التسويق هو مدى إقبال الناس على هذا واقتناعهم بالمادة نفسها. يعني أنت اليوم لو أنفقت الملايين على التسويق وفي نفس الوقت الجمهور أو الزبون لم يتقبل أن يأخذ هذه المادة أو هذه المادة الغذائية، بيكون عندك أمامك تحدي كيف أنت ممكن تقنعه. فالإقناع صعب جدا في قضية التسويق وبالذات في قضية الأطعمة والأقذية. يعني لابد أن الزبون يجي وأن يجرب ويتذوق بنفسه حتى يقدر يقتنع ويقدر هو يسوق لك بنفسه عن طريق السوشيال ميديا. فالتسويق شكرا جزيلا لك جاسم البستكي، مؤسس سلسلة مقاهي كافيه تو جو وصاحب فكرة إدخال حليب الجمال ومنتجات لحم الجمل وبيعها في الأسواق. والآن إلى بعض التجارب المختلفة التي شاركنا فيها متابعو البرنامج وتتعلق بقطاع الطعام والشراب. محمود النهراوي على فيسبوك يقول: فكرة تناول الطعام متعة في حد ذاتها، وكل مكان يمكن أن يكون له تأثير على الحالة المزاجية للشخص. علي منصور من جهتي يرى أن أفضل الأماكن هي التي توفر أماكن لعب ومرح للأطفال. أما كمال صقر فيعتقد أن المطاعم الجيدة هي التي تعرض لوحة بالسعرات الحرارية للوجبات ونسب الكوليسترول والدهون من أجل تجربة غذائية صحية. عمرو برزة على تويتر يشير إلى أن قدرة المطاعم والمقاهي على تقديم منتج يجذب المستهلكين هي خير دعاية وتجعلهم توقين لتجربة منتجات جديدة. أخيراً مايكل بويل يقول: عندما أصبح الطعام صناعة فقدنا الطعم والنكهة والرائحة وأصبح تناول الطعام تحصيل حاصل. هذه كانت حلقة اليوم. لمشاهدة حلقات البرنامج زوروا موقعنا skynewsarabia.com/afaq. إلى اللقاء.